يا حمام عف بس اعفن واحد في مصر هنا ولا بقى يا نهار ابيض بيعمل حاجات تانية بس ما ينفعش اقولها في الحلول. لا والله عايز اخي يا عم فين حبايه هي ناقصه. السلام عليكم. السلام عليكم. من كواليس التسويق طبعا آية. صباح الخير يا آية. صباح الخير. عاملة إيه؟ صباح الخير يا لالا. صالح. صبح صالح. صالح تعبان يا جدعان نقول له ألف سلام عليك. صباح الخير يا سلمى. صباح الفل. صباح العسل. منو. صباح العسل يا أحلى أمنية. أمنية لإيه؟ قوة. أهي يا جدعان أمنية قوة من كواليس أهوت يا جدعان. ومين بقى؟ يا جدعان ياسمين صبري أهي يا جدعان. ياسمين صبري. صباح الخير ياسمين يا صبري. بص يا جدعان اناقه والجمال ولف لف لفه يا زوزو. الله ياسمين صبري هي يا جدعان اهي. بصوا الجمال بقى طبعا كل يقول لي ياسمين صبري ان هي غزلت الصغننه اهي. هاشتاج ياسمين صبري. هاشتاج طبعا. بصوا العسل طبعا يا امنيه يا جدعان قصه شعرها لسه قصه جديده النهارده في كواليس تصوير. سلمى صباح الخير يا سلمى. سلمى لابسه اسود طبعا. صالح نكد طبعا. الله اكبر على النكد. تعبان يا حود. الف سلام عليك يا صالح. اه تعبان يا حين طبعا. لمين بقى؟ بصوا يا جدعان مين ده؟ برنس مصر يا جدعان اهو. بصوا يوم اسود في اسود ده الكوتش اسود. بصوا يا جدعان حبيبي صباح الفل يا برنس مصر. برنس مصر ضد الكاس. اه مين ده يا جدعان بقى؟ ده بقى مش البرنس ده برنس البرنس يا جدعان. صباح الفل. هتقعد سخت نادي طبعا طلعت حقيقه بتعيط. يلا هم بتقلي السما طبعا في الكواليس بنصوره دلوقتي. محمد محمد بيصورنا اهو يا جدعان. بصوا برنس مصر يا جدعان. استنونا يا جدعان في فيديوهات جديده على قناه محمود الجمل. طبعا ديت هنا طبعا دي قناه سلمى اللي انتوا بتحبوها هي. اه غيبت عليكم كتير معلش. وان شاء الله يا جدعان استنوا من سلمى كل يوم فيديو جديد ان شاء الله. على قد ما تقدر سلمى هتنزل لكم فيديوهات اكتر. والله يا جماعه كل مجهودي محطوط في القناه. مش عارف اعمل في القناه دي. وان شاء الله الايام الجايه هتصور لهم ولا لا؟ هصور طبعا. انا حاسس ان انا عايزه اتشجع وارجع تاني في القناه. هرجع تاني وحاجات جديده وكل اللي يكتب لي في الكومنتات اعمل لكم ايه هتشكروني. طبعا النهارده دوت ده فيديو الكواليس بتاع التصوير النهارده ان شاء الله. فريق العمل هو يا جدعان ده من فريق الاسطوره فريق محمود الجمل. برنس مصر ضد الكاس. يا اخي ارحمنا يا اخي. اه بصوا يا جدعان بصوا يا جدعان هو بص طبعا ده فريق العمل كله اهو. فريق العمل كله. طب كله فريق العمل اهو. حبكم يا اغلى واجمل حاجه. مع ايه احلى؟ طبعا دي كواليس يا جدعان. مع ايه احلى؟ في ايه احلى يا جدعان؟ ايه اختي؟ وصالح اهو اهو النجم الكبير بتاعنا ان شاء الله. وحياه وطبعا ملكه جمال العالم ندى. طبعا بصوا يا جدعان مش سايبه وقت بتذاكر العيال اهي. بصوا في التصوير. ايه يا صالح ماشي. فيروز طبعا النجمه بتاعت المستقبل اللي كانت غايبه عننا النهارده. يوسا قول لهم باي باي. بتحبيهم ولا لا؟ اديهم بوسه يا يوسا. بص طبعا النجمه الجميله اهي امنيه منى. يزن ايه ادي له حته يا بت ادي له حته. يا غزل يزن بص يا جدعان لبس النهارده الرياضه بتاع يزن. بص العسل طبعا جه ظهرنا طبعا زياره قويه جدا من يزن. بص هيعض الكاميرا حبيبي يا يزن. يلا بينا نشتغل. يلا واحد اثنين ثلاثه. مش هسيبك والله الا ما اديك امنيه. فين ابوك يا امنيه؟ هو امي وما سي ماما. لو عندهوش دم انا فكرت هيسعى هتسابع عليه وهيجنن. حضرتك يعني حتى لو باباها سابها انت تسيبيها ليه؟ انت عارفه ايه اللي حصل؟ حضرتك انتوا ان يعني في اب وام كده في الدنيا. انتوا ماليش دعوه باللي حصل. سيبي بنتك تحت اي ظرف ازاي في الشارع. ما ليش انت ممكن اصلا حد يخطفها تقع في ايد حد تاني. انت مش عارفه كان ايه اللي ممكن يحصل لها. سيبتيني يا ماما. لا يا امنيه ما تزعليش مني يا امنيه. ما توقعش ان ابوك يسيبك ويمشي في الشارع. لا بابا ممكن دلوقتي يعمل اي حاجه غلط تتوقع اي حاجه منه. معلش يا امنيه انا اسفه يا امنيه. ما توقعش ان هو يسيبك كده. ده ما عندوش قلب. ده بارد ما عندوش دم. هو مش هيجي لكم لما يفوق. هو دلوقتي كانه في خيبوبه. مش هيجي لكم لما يفوق. انت خلي بالك من بنتك مالكيش دعوه بيه. اقعدي على بنتك ربيها وعلميها الصح. تسيبيها في الشارع وتمشي؟ ده امهات وابات اخر زمن والله العظيم. حرام عليكي. سيبك يا امنيه والله انا ما اتوقعش ده يحصل.
تزعليش مني يا امي. يا ماما انا استغربت لما بابا سابني ومشي، انا ما اعرفش لو بابا يعمل كده فيا، انا مش احب بابا زي الاول دلوقتي. انا مش هسيبك تاني يا امي، عمري ما هسيبك، عمري ما هسيبك والله يا امي. يلا بينا نروحوا، تزعليش مني يا امي ماشي. يلا الله ينور. فل نجم، فل نجم، عامل ايه نجم؟ بصوا يا جدعان الكواليس اهي يا جدعان، بصي بتطلب اوردر. يا حبا معفن، بس اعفن واحد في مصر كده. ولا بقى يا نهار ابيض بيعمل حاجات تانية بس ما ينفعش اقول احنا بنحلو. لا والله عايز اخي يا عم اقفلي حبايه هي ناقصه. الحقيقة والله اكتر بني ادم. صالح لا، صالح لا، لا يا احمد، لا يا احمد تعبان يا احمد. بيعمل حاجات مقرفه يا ابني. انا لا يا حمار، خلي وشي كده كمان. نزلها والله، اقسم بالله نزلها والله. مش مهم. يلا يا جماعه، بصوا الاعصاب يا جماعه، انا عايز اقول لكم على حاجه. انا في ال اطلع فوق الشجره وقول الاستاذ محمود الجمل. قول الاستاذ محمود الجمل. هات سالي، خليني بقى اصورك. يلا استاذ محمود الجمل، يقول ايه يا ابي محمود ولا لا؟ قول لي، قول لي الشرق فؤاد محمود الاسطوره. واحد صورني، اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته. التحدي وبنفذ العقاب. يلا بينا نحرر ليه كده بس. يلا ده انت عيل خنزير. ده الكسر يا جدعان. ايوه اوه محمد راح والشرق ما تحمى محمد حول لقرد. خلاص كده ولا ايه؟ ايه؟ قول اسطورة محمود الجمل رقم واحد. اسطورة محمود الجمل! يلا يا هبل، ويا رب يكون الفيديو عجبهم. باي باي يا اغلى واجمل حاجة. هو يستاهل.